طول حياتي قلت لبنان احلى بلد بالعالم، وكنت بعد ما بعرف هيدا المنطقه. لبنان احلى 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 بلد بالعالم، نحن بشقفه صغيره من الجنه على الارض. بس ما بدنا نقول نحن وين. نوي تعرفوا نحن وين، وما رح نخبركم نحن وين. واذا بتعرفوا نحن وين بليز ما تعملوا كومنت وما تخبروا حدا، بس نحافظ عليها. عبالكم تحضروا الفيديو؟ يلا منبلش ماشي. يلا نمشي. جنجل يعني ما بتنتظروا يكون في هيك شيء بلبنان. بيوتيفول. الفكرة انه نحن هون بمطرح رائع، بس لانه نحن منا بمي وبجون ما عم بتشوفوا الزهور حواليه. هيدا الشيء بتشوفوه بفلومة باليابان او مثلا بالصين، بس نحن عنا اياه بلبنان. هلا اوت اوف ريسبكت للشيء اللي رح نشوفه ما رح نقول نحن وين، اوكي؟ وحتى بليز كل حدا رح يحضر الموفي ما تقولوا نحن وين لو بتعرفوا. لو نحن جايين نشوف البلات كارنيفور تبع لبنان يلي هن اسمهم دروزيرا، ليه ما بدنا نقول؟ لانه هيدا البلات اوكي عالميا هي منا بخطر لانها مستورده وبتنباع وكل شيء، بس بلبنان هي بخطر. المطارح البعد موجوده كثير قليله، هيدا نيش منها، اوكي؟ وشو بيصير؟ في كثير فلوريست او ناس بحبوا يتاجروا فيها، سو بيجوا بيقبعوها وبيخدوها بيبيعوها وبتفقر هون اكثر واكثر. سو انتوني نحن جايين على هول بلانت، سو اللي هون باينين صح؟ هول الحمر الصغير. اوكي رح خبرك كثير قصص عنهم. تعال نحكي اول شيء عن الايكو سيستم يلي هون. سو اذا ملاحظ نحن باوغست والمي فيك تصورها هيك كيف عم تنزل المي. سو هيدا المطرح هو مطرح كثير 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 اذا بدك فقير بالمينرالز، وخاصة فقير بمعدن الازوت. سو تخيل اول شغلة رائعة بدنا نحكي عنها انه نحن في بلانتات عارفوا انه ليك انه انا اذا بدي اعيش بمطرح ما في ازوت شو بعمل؟ ادابتيشن. شو عملوا؟ راحوا يشوفوا وين في ازوت اذا بدك بالدنيا. سو بتعرف انه نحن عاده بناكل لحمه لان فيها بروتين، مزبوط؟ هن شو عملوا؟ بياكلوا لحمه بيسحبوا هالبروتين منها وبحولوها للازوت كذا فورم، يعني من امونيوم وهيك. يعني تخيل انت دجا انه في نبته لقيت طريقه انه تعيط للحشرات يجوا عليها تكلهم. ليه؟ لانه بالارض ما في ازوت، هيك هي بتهضمهم وبترجع بتاخذ الازوت منهم. بس تنفكر بالادابتيشن يلي هن عملوها، قديش قدروا تاقلموا، كيف قرروا، كيف صارت الخبريه، هيدا الشيء بدنا نجرب نحكي عنه. تاكل دبان. مش بس، ليه نحن تاكل اصبعك؟ قال لك شغله، ليه اسمهم بلانت كارنيفور مش انسكتيفور، اوكي؟ ليش نحن قلنا انه هالنباتات هن نباتات لاحمه او اكله اللحوم، ما عم نقول اكله الحشرات. لانه هيدي هلا صغيره بتاكل بس حشرات، اوكي؟ بس في عنا كثير من هالبلانت كارنيفور، رح خبرك عنهم بعد شوي، بس تقول انه في بلانت كارنيفور بالعالم في اكثر من 700 نوع، في منهم بياكلوا ضفادع، في منهم بياكلوا ليزر،
في منهم بيقدروا حتى ياكلوا فيران وجرادين صغيره. سو مشان هيك نحن عم نقول اكلات اللحوم. هلا ما بيعملوا شيء للبشر لانه هن مش انه بياكلوا بثانيه، سو بدها وقت لا يهضموا. سو هيدي هي الفكره تبعهم. سو انتوني البلانت كارنيفور بيعيشوا بمطرح كتير فقير بالمعادن، اكثر شيء بنسميهم توربيير، بيكون ما فيهم معادن والمي تقريبا بتكون اسيد. هلا في 700 نوع مقسومين مش انه لثلاث انواع، لثلاث تايبس، يعني حسب هن كيف بياكلوا اللحمه او الحشره. في بنسميهم نحن بياج، يعني هي اذا بدك هالبياج تبع هالبلانت في يكون او باسيف او سمي اكتيف او اكتيف، رح اشرح الفرق بيناتهم. في نوع من البياج بتكون هي مثل هيك اذا بدك بريق بنسميها ايرن، يعني هذا البريق بيكون في منهم صغار في منهم هالقد. سو بقلبها تخيل في شيء بعيط للحشره، شيء مطرح ما بتزحط، وبالاخر في مثل مي. هالمي فيها بقلبها المعادن يلي بتهضم شو ما بدك، فاره او حشره بتهضمها بترجع تحولها لازوت وبتبعتها للبلانت. بتاخذ وقت وبدها فتره. هو اللي مثلا اشهر نوع اسمه نباتات، يلي كثير معقول يكون عم يحضروا بيعرفوها، كثير مشهوره كبلانت. في عنا نوع ثاني اللي بنسميه نحن سمي اكتيف، هو اللي مثل دروزيرا اللي هون، يلي هون عنا هون، يلي هي مثل فيها اذا بدك مثل شعر هيك هير، بقلبها فيها ماده اسمها ميسيلاج، بتجي عليها الحشرات يعني بتطير فيها وبتلزق عليها، وهي بتاخذ وقتها تهضمهم وترجع تحولهم. وفي هيدا الكتير معروف يلي كل ما بنقول بلانت كارنيفور دغري بفكروا فيها، اسمها فينوس فلاي تراب، يلي هي هيدا شو بتعمل، بتجي الحشره او بيجي مثلا اوقات بالزيقه او القبوط او حيالله بفوت بسرق بسكر عليه. سو هيدا فيها بياج بسكر، بالاخر كلهم عندهم زيت الخبريه، بيبعتوا مثل انزيم، هيدا الانزيم بتهضم هاللحمه بترجع بتحولها للازوت او امونيوم مثل ما حكينا قبل لتقدر ترجع تاكل. هيدا الايكو سيستم يلي هو ايكو سيستم تبع البلانت كارنيفور، نحن مجبورين نحافظ عليه. ملاحظ قديش وهش، يعني نحن مشينا بلاوي لقينا مطرح انجا بيطلع بركي 20 متر ب 20 متر، في هالمي اللي نازله من الصخور تخلقت هالانفايرمنت يلي فيه موس، في عليه سفاجنوم هون كمان، عليه سيلاجينيلا. ولو نحن بغير سيزن هون مثلا هلا عم نشوف الفجار. واهم شيء لازم نركز على هيدا البلانت يلي هيدا اسمها رودوداندرون بونتيكوم، ما بتطلع بالعالم غير بلبنان هيدي الفرايتي، مش رح نقولها هلا مبين كتير نورديه يعني. فعاده لما نجي لهون هيدا الجبل كله هيك لازم يكون موف كله سوا، بس هيدي البلانت بتزهر تقريبا بماجوا، فنحن مجبورين هيك مطرح نحافظ عليه، نمنع الناس يجوا يخدون ويشيلون لانه هيدا الانفايرمنت كتير هش، واذا مثلا المي تلوثت او المي خفت بيقدروا يختفوا. وهيدا الشغله كتير مهم نضوي عليها، نحترمهم بس ما نجي ناخذهم على بيوتنا. هو محل مخبى وما راح اخبركم وين، بس هو محل مخبى على القد، يعني ظابط فيه مثل كانه هيك جايين موصيين عليهم توصايه. عندكم البرود، الشمس منا ضاربه، مي كتير نازله عم بتعبي من قلب الجبل، معبيه بقلب التراب، في كل الوقت، هوايات خفيف، كميه مي كتيره توب، يعني مثل كانه واحد موصى على انفايرمنت معين ما في منه كتير بلبنان، واكيد هذا وين جنه. انا بالنسبه لي هيدا فينا نقول عنه سمول بارادايس، جنة كتير صغيرة كتير حلو. مزبوط؟ صح. يعني قدي لبنان حلو مثل انت بدالك تقول، بس هيدا مطرح صغير بعد قدي لبنان احلى وقدي لبنان في كل شيء. الطلب خاص من اثنيناتنا، لبنان حلو اذا نحن تركنا حلو، لبنان حلو اذا احترمناه، يلي منه قادر يحترم الطبيعة، يلي ما عنده مينيموم اخلاق ببيته، يلي ما بيعرف انه لازم ياخذ زبالته معه، يلي ما بيعرف انه ما لازم يدعس، يلي ما بيعرف انه ما لازم يقطف، اللي ما بيقدر الطبيعة ومأمن بده يتركها لاولاده، بليز يضل بالبيت. هن كل النباتات مهمين بارت اوف ان ايكو سيستم، يعني نحن لازم نفهم اذا انا نزعت نبته او نزعت ايكو سيستم بأثر على كل شيء حواليه. مهمين لاولادنا وتلاميذنا يعرفوا انه لا، مش انه انا بقرا انه كارنيفورس بلانت واو هول موجودين بتايلاند بفرنسا ودبي، موجودين بلبنان. تقريبا لبنان الطبيعه تبعه رائعه، بس لازم نتعلم نحترمها، نتقرب عليها، نتعلم عن قريب والنخ، عرفت يعني؟ غلط انه ما علمونا عنه من المدرسة او بالجامعة، ونحن مفكرين انه نحن عنا ارز وسنجانة والزابة، مع احترامنا وحبنا لإلهم. ايه بس ما بيعرف، ما بنعرف اكثر من لبنان. رودوداندروم مثل هي اللي انا حدها، يلي هي اندمك للبنان، يعني ما في منها بالعالم غير عنا. لبنان بلانت كارنيفور بهيدا المطرح. قد ايه بتعتقد اخر 20 سنة، مش اكثر، لاخر 20 سنة بعتقد حطمناه اكثر من هو، في اشياء اختفت من وراء قلة احترام الطبيعة؟ ليك شو، ديجا مزبوط، بس كمان الوعي زاد كثير، اوكي؟ المحميات الطبيعية عم بتزيد،
هيدا شغلة مهمة بس أكيد في أساس اختفى. فهون الطلب إنه تركوا شيء لأولادكم وخلي أولادكم يتذكروكم يقولوا أهلنا تركوا لنا شيء حلو نتذكره. فهون منخلص هذا الفيديو الكتير حلو ومنقول لهم للعالم بليز ريسبكت نيتشر. تتخيلش نهار نفرجي أولادنا الأرز اللبنانية بس بالصور وبيوتيوب وهيك وخبار إنه ولا روح ندق فيها ونشوفها ونشم الخشبة تبعها. زيت شيء لكل نباتات. كلهم سوا. مزبوط. حتى يعني بس تقلك شغلة قلت لي صارين لازم نتواضع. يعني تخيل أنا تقلك شغلة كيف فكر. أنا وقت أنا وناس بدابرسو ما بيعرفوا شو بدي يعملوا هيدا نبتة ديت ولا سنتي قدرت تلاقي أنه أنا تعيش بدي حول وراق إلى بياج لأكل حشرات وحولها لغذاء. أنه أنت مين لتجي قدي بدك لتصير بيرفكت مثل هيدا الشيء. مزبوط أو لا؟ صح. نتعلم متواضعة.